الفل عليكي ومساء الفل على حضراتكم. ان شاء الله يوم مختلف وحلقه مميزه من بيت السفير عزيزه. طبعا الجو يعني برد شويتين ثلاثه، بس ده ما يمنعناش ابدا انه اللي في الاجازات والولاد وكده يخرجوا بقى ينونوا شويه ويعني يقضوا وقت حلو. طبعا ما فيش احلى من الفسحه، الخروجه والفسحه الحلوه دي من الحاجات اللي كلنا بنحبها جدا. وكمان الولاد برضو عدوا في فتره الامتحانات اللي هي بتبقى فتره حقيقه صعبه جدا، فبيبقوا محتاجين ان هم يفصلوا. مهم جدا طبعا واحنا في اجازه نص السنه اننا نستغل الوقت ده ونفسح ولادنا ونجدد طاقتهم، ومش هم بس على فكره، نجدد طاقتنا احنا كمان عشان خاطر يخرجوا خروجه حلوه، وكمان تبقى خروجه مختلفه يا رودي. يعني عارفه نحاول كده ان احنا نكتشف اماكن ما رحناهاش قبل كده. عايزه اقول لك ان في اماكن كتير قوي 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 حلوه جدا في مصر ولادنا ما يعرفوهاش، خلينا نعرفهم حاجات حلوه عن مصر الحلوه. الحقيقه في اماكن كتير جدا لطيفه جدا واسعارها اقتصاديه، نقدر ان احنا نقضي فيها يوم حلو ونقدر ان احنا نتبسط من الاماكن دي طبعا. وخصوصا بقى معرض الكتاب، معرض الكتاب من الاماكن دي، وده طبعا موجود في ارض المعارض زي ما كلكم عارفين، وبتبقى الحقيقه خروجه لذيذه جدا قوي. انا بحبها جدا، ما اعرفش انت بتحبيها ولا لا. بحبها جدا لانها مرتبطه معايا بزمان، يعني لما كان الواحد اصغر شويه كنا معرض الكتاب ده خروجه اساسيه فسحه، يعني أيوة ما كانش بس طبعاً شراء الكتب لكن كنا بنتفسح فيه. بالظبط كده، هي بتبقى الحقيقه خروجه لذيذه جدا وفرصه حلوه ان احنا نشتري كتب وان احنا نحضر فعاليات مختلفه اللي بيعملها وبينظمها المعرض. ده غير كمان بقى يا رضوى مش هتصدقي ايه، حديقه الفنون اللي في المانيال. انت عارفه ان سعر تذكره الدخول اليها 10 جنيه؟ يا فعلا؟ فيعني انا شايفه انها رقم بسيط مقابل فسحه حلوه. فسحه حلوه، وبعدين طبعا هي كلها خضره وبتتميز انها موجوده على النيل، فالمناظر الخضراء الجميله ووجودها على مياه النيل الحقيقه بيبقى يوم لطيف جدا أوي جدا أوي. وبتبقى مناسبه جدا ان الواحد يفصل فيه في اليوم ده عن الدوشه، فاحنا نستمتع بالهواء وبالخضره. وبرده من الاماكن والنيل اللي انا بحبها والنيل طبعا أيوة. ده احلى حاجه احلى حاجه. وبرده من الاماكن اللي بحبها جدا حديقه الاسماك، جميله حديقه قوي. الاسماك دي اكتر من رائعه، هي موجوده طبعا في الزمالك وسعر تذكره الدخول اليها 5 جنيه، ومليانه باشجار نادره في أيوة. منتهى الروعه والجمال، فعشان كده ناس كتيره قوي بتحب لما تروح هناك انها تنتهز الفرصه دي، لانها مكان مميز جدا طبعاً. للتصوير قوي. عايزه اقول لك بقى على حاجه كمان، قولي. في الزمالك ممكن برضو تستغلوا اليوم ده وتجربوا رحله الاتوبيس النهري عشان تستمتعوا برحله في وسط النيل، وبرضو بسعر اقتصادي جدا حلوه جدا، وتقدروا انكم تقضوا يوم مختلف ويبقى برضو عارفه مختلف، يعني برضو حاجه جديده وسط النيل والخضره، ونشوف الاماكن الجميله والمناظر الجميله اللي هتلاقينا بنعدي عليها واحنا في الرحله دي، فخروجه حلوه على فكره قوي مختلفه قوي. وبرده من الاماكن الحلوه قوي كنت حنسى اقول لك، ده من الاماكن الاكثر من رائعه في مصر القديمه، مركز الخزف والفخار بالفسطاط. ممكن برده ده رائع بقى. طبعا ده خطير، انا رحت قبل كده الحقيقه، جميل جدا جدا قوي قوي، حاجات رائعه ومميزه. وبعدين بنشوف قدامنا بقى يعني اهل الصناعه دي وهم بيعملوا الحاجات بايديهم وبيشكلوها، قد ايه بتبقى فرصه حلوه قوي طبعاً. يعني اننا نشوف ده كمان قدامنا. هي عموما الخروجه دي حقيقه خروجه مختلفه جدا، لان زي ما رضوى كانت بتقول نقدر ان احنا نشوف فيها الخزف والفخار ونتعلمه. انت عارفه انا اتعلمت ازاي اعمل بجد؟ خزف حلو قوي قوي. يعني الفيوم ولا لا؟ الحقيقه عملت كورس، كنت مسافره وعملت كورس وانا مسافره، والحقيقه يعني كنت سعيده برضه. بيه جدا طبعا جدا طبعا، حاجه جميله. طب ايه تاني الاماكن اللي انت بتحبي تزوريها؟ في اماكن حلوه قوي قوي يا نهى الحقيقه، انه مصر كمان مليانه متاحف عظيمه ورائعه ومميزه، والجميل اننا نشوفها ونخلي كمان الولاد برضو
يشوفوها ويروحوها، لانه بتبقى خروجات مختلفه على فكره الحقيقه، وفيها كده نوع من انواع الثقافه، وبنعرف بلدنا الجميله فيها ايه. عندنا مثلا متحف الفن الاسلامي، وده ينوها من الاماكن المميزه جدا جدا، جميل قوي يعني. واكيد هنشوف فيه نوع مختلف جدا من الفن عندنا. بالظبط. عندنا كمان المتحف القبطي في مصر القديمه، برضو طبعاً هيبقى متحف مميز قوي، وبرضو فيه نوع مميز ومختلف من الفن، اننا نشوف حضاراتنا يعني الحضاره المصريه بقى بمختلف فروعها. دي حاجه جميله يعني، سواء في متحف الفن الاسلامي او القبطي، حاجه جميله. طبعاً. نيجي للفن بقى. أيوة. متحف ام كلثوم. الله عليكي. ايوه. تخيلي قد ايه ده برضو هيبقى رائع ولطيف، ويعني حاجه حلوه بقى اننا نتعرف على ام كلثوم وازيائها ومقتنياتها، فجميل يعني. انت عارفه برضو من ضمن المتاحف ايه؟ عندي واحده صاحبتي هي قريبتي. أيوة. مش عايشه في مصر. تمام. كل ما بتيجي مصر بحب جدا ان انا اتابعها على صفحات التواصل الاجتماعي، لانها بتنزل صور الحقيقه جميله جدا عن اماكن انا ما اعرفهاش قوي يعني. فمن ضمن الصور امبارح كانت منزله صورها في زياره لمتحف احمد شوقي الشاعر. طبعا. فالحقيقه يعني كانت صور في غايه الجمال والروعه، وحسيت يعني هي اللي مش عايشه هنا بتروح الحته دي، بتروح الاماكن اللي دي. عايشين هنا ما بنروحش الاماكن. أيوة الحلوه. صح. دي صح. انا عايزه اقول لك اماكن كتير احنا هنلاقي اننا ما رحناهاش يا نهى. يعني عندنا مثلا المتحف الخاص بالمركبات الملكيه. طبعا. يعني تخيلي ده هيبقى فيه كل وسائل المواصلات اللي كانت موجوده زمان، طبعا وسائل المواصلات الملكيه. قد ايه دي هتبقى حاجه حلوه يعني اننا نشوفها. قصر محمد علي في المنيل. الله عليكي. انا بقى ده رحته قريب بجد. رحته زمان ورحت قريب، كنت بالصدفة يعني في زيارة هناك، وكنت بفكر ان انا عايزة استغل المكان ده ان انا اعمل فيه فرح ابني. الله. حلوة. بس قوي. مش في المتحف طبعا، ولكن طبعاً في الجنينة في الحديقة يعني. بتاعت المتحف. بالظبط كده، لانها الحقيقة كلها اشجار نادرة طبعاً. وفي غاية الجمال والروعة طبعاً. وبعدين قلت طب ما انتهز الفرصة وادخل اتفرج على المتحف من جوه والبيت نفسه. يا خبر على جمال طبعاً. الشغل الإسلامي والحوائط والأسقف، حاجة جميلة جميلة جميلة. صحيح. وكنت سعيدة جدا إن أنا شايفة أولاد وبنات ورحلات مدرسية بيروحوا الأماكن دي، كلهم بيروحوها الحقيقة. وكانت حلوة جدا جدا يعني. جدا. على فكرة في أماكن كتيرة كمان اتطورت. عندنا قصر عائشة فهمي مثلا. صحيح. اتطور وبقى موجود ومفتوح للزيارة. أنا عايزة أقول لك بقى يا نهى إن أنا من قريب رحت المتحف المصري الكبير، وانبهرت انبهرت انبهرت يعني، كاني مش يعني كان الواحد سافر كده. سافر. 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 هل بقى قصدك سافر انه رجع لعصر القديم، ولا سافر بره مصر؟ بصي بقى الاثنين الحقيقه. ليه بقى؟ لانه الوسائل الموجوده في المتحف وطريقه العرض والمكان نفسه مختلف جدا 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 عن اي متحف ممكن تكونوا رحتوه قبل كده. الحقيقه انا اتبسطت جدا فيه. طبعا. في كمان تم افتتاح الدرج العظيم، وده مكان رائع قوي، عباره عن اكتر من 50 سلمه لما بنوصل لنهايتهم. هم طبعا طول السلالم دي موجود مجموعه من التماثيل والقطع الاثريه المهمه. لما بنوصل للنهايه بيبقى احلى فيو بقى ممكن تشوفوه في حياتكم يعني. بنشوف الاهرامات، وبيبقى بصراحه المنظر رائع. انا عايزه اقول لك بقى انا اتبسطت بوسائل العرض وبالجوله اللي بنبقى موجودين فيها، ومعانا المرشد اللي بيقوم بالجوله دي. وسائل عرض جميله جدا، صوتيه وطريقه في الشرح رائعه، في اتاحه كمان لذوي الاعاقه، فالموضوع اكتر من رائع ومبهر. بشجعكم جدا انكم تروحوا. قبل ما نخرج لفاصل عايزه بس افكر الساده المشاهدين غير كمان متحف الحضارات. طبعا. هنخرج لفاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات بيت السفير عزيز. ومن كلامنا عن الخروجات والاماكن اللذيذه اللي ممكن ناخد فيها اولادنا في اجازه نص السنه، خلينا نروح لمكان مختلف. الحقيقه ان في مطاعم كتيره جدا بتتميز بتصميماتها المختلفه، وعشان كده انا حابه ان انا اقول لكم على واحد من الاماكن دي، واحد من اهم الحاجات اللي بتخلي الناس حابه انها تروح هناك وتتصور، وده موجود في العالم كله على فكره، بعضها ممكن يكون غريب شويه، ومنهم فكره بقى تقريرنا النهارده عن مطعم تم تصميمه على شكل طياره. ايوه. حلوة. طياره. عايزه اقول لك تعتبر ان فكره المطعم دي هي الاولى من نوعها في مصر. خلينا نشوف التقرير
ونعرف تفاصيل أكتر في تقرير زميلتنا رانيا ناصر. في اللحظات الأولى هتعتقد إن دي رحلة طيران وإني متجهة للسفر، لكن في الحقيقة أنا بستعد لتناول وجبة الغداء في أحد المطاعم اللي تم تصميمه على شكل طيارة. بالنسبة للمهنة اللي أنا طبعاً دي هواية، أنا أساساً خريج تجارة ولست أكاديمي، تمام، ولكن اخذتها هوايه وانا من الاعداديه، بداتها من الزيرو طبعا، فالحمد لله يعني كان عندي نفس عالي في الطهي وعندي الابتكارات في التنويع في المأكولات، وطبعا جلست في بعض الدول العربيه طبعا فتره كبيره، كنت بدير فيها بعض المشاريع هناك، المطاعم والحاجات دي، وقلنا نستقر في بلدنا بحيث ان احنا بقى ايه نعمل لنا مشروع كويس كده. فجاتني الفكره دي طبعا من هناك، من واقع ان انا كنت بقدم في بعض القاعات، كان قاعة على شكل يخت، فجاتني الفكره هنا فعملنا المطعم هنا، فالحمد لله ربنا وفقنا، فعملت اكل حول العالم، اكل حول العالم، انني واخد من كل بلد ايه اكلات معينه كده، بحيث جميع الجنسيات اللي هنا ضيوف اللي بيبقوا موجودين عندنا في مصر لو حبوا يشرفوا بيلاقوا اكلاتهم موجوده. طبعا انا كنت حريص جدا على ان الكل، اي واحد من الجست يدخل يكون ايه يدخل له فكره ان هو داخل طياره بالظبط، من كراسي لمضيف لتنويع في الاكل. فطبعا فكرتي ان المضيفه او المضيف الموجود يكون اليونيفورم بتاعه مضيف طيران، تمام، حتى بالنسبه لان طبعا انا بقدم انواع المأكولات، خليجي غربي شرقي كلام من ده، ففي بعض الدول في بعض الناس بيجوا هنا من الخليج فانا وبيحبوا القهوه العربي، فانا كنت حريص جدا برضو ان انا اجيب القهوه العربي ديت من مكانها من مصدرها، وحيث اقدمها في الفناجين بتاعتها في دلتها في يعني كل شيء، ما فيش حاجه ايه تكون ان هي تقليديه، تكون يعني ايه بالحقيقه الفعليه بتاعتها. في السنوات الأخيرة شفنا تطور كبير جداً في الخدمات اللي بيقدمها البريد المصري للجمهور، وفي الدورة رقم 55 من معرض الكتاب الحقيقة إن البريد المصري بيشارك بمجموعة كبيرة جداً من الخدمات المالية والبريدية المتميزة، وكمان الحقيقة بيقدم خصم بنسبة 25% على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية. فتعالوا مع حضراتكم نشوف تفاصيل أكتر عن الخدمات اللي بيقدمها البريد المصري ومشاركته في معرض الكتاب في التقرير اللي جاي، ونرجع على طول نبدأ أولى فقراتنا. من المعروف طبعا للجميع الدور المؤثر والحاوي للهيئه القوميه للبريد في التواجد في المشروعات القوميه والمشروعات المجتمعيه والوطنيه على مدار العام. النهارده بتكليفات صريحه ومتابعه على مدار اللحظه من دكتور شريف فاروق رئيس مجلس اداره البريد المصري بتواجد البريد المصري في حدث عالمي زي ده وحدث دولي للسنه الرابعه. احنا متواجدين النهارده بنقدم جميع الخدمات الماليه والخدمات الحكومية والخدمات البريدية، وطبعا البريد المصري معروف انه له 4500 فرع بيقدم 165 خدمة. النهاردة متاح جميع الخدمات ال 165 خدمة متواجدين من داخل الفرع هنا، ولكن احنا كمان بنتميز بتكلفات من دكتور شريف ان يكون في تخفيضات على الخدمات المقدمة خاصة الخدمات البريدية في المعرض. هضرب مثال خدمة وصلها، خدمة الايزي بوكس طرود، خدمة البريد السريع الداخلي. النهاردة احنا كمان بتكلفات من دكتور شريف عندنا بنقدر نطلع بطاقات الدفع الالكتروني لاستخدام السادة العارضين والزائرين
لهذه البطاقات عن طريق المنصات الإلكترونية اللي بتوفر التواصل سواء حتى أو استخدام النقدي لهذه البطاقات. كمان احنا هنا بنمثل نقل لوجستي، عندنا جميع الشحنات بتتحرك في نفس اليوم طبقا للتكلفات معالي دكتور رئيس الهيئه، ما عندناش الحمد لله اي معوقات، وبيتم متابعتنا لحظيا من غرفه عمليات المخصصه في هذا الشان. والبريد المصري طبعا كشريك اساسي لازم يكون متواجد في معرض القاهره الدولي للكتاب، والسنه الرابعه على التوالي متواجدين الحمد لله. من شعر وروايات فانتازيا وترجمة وتنمية بشرية وغيرهم من فنون الكتابة المختلفة، يتنوع معرض القاهرة للكتاب السنة دي بأشكال حقيقة مختلفة من الأعمال الإبداعية المتميزة اللي شاركوا بيها الشباب. حقيقة إن الكتابة دي صنعة وموهبة وفن مش زي أي حرفة تانية، ممكن تكون هواية بتساعد على تفريغ الطاقة أو مهنة بتؤدي رسالة، وبتختلف أساليب الكتابة كمان من شخص للتاني حسب معتقداته وحسب خبراته في الحياة. كاتب الشاطر بقى هو اللي بيقدر يلمس القارئ بكلماته. النهاردة معانا مجموعة من الشباب المبدع المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي بأعمالهم هنا في بيت السفيرة عزيزة. خلونا نرحب معانا بسنت علاء، 29 سنة مترجمة كتاب فن الحصول على المال، أهلا بيك يا بسنت. ومعانا كمان أحمد الصادق، أحمد 37 سنة مؤلف رواية دوار العالم، أهلا بيك يا أحمد. أهلا بيك. ومعانا كمان عمر خالد، 27 سنة مؤلف ديوان، أنا مش عارفة أقوله قوي يعني، نياكتوفيليا. هنعرف يعني ايه ومعانا كمان السيد رمضان، عنده 24 سنه ومؤلف روايه يارو. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. مبسوطين جدا بوجودكم معانا. بس انت خلينا كده نبدا معاكي وتقولي لنا بقى، انت متحيزه للستات عشان احنا في برنامج ستات. انا بقى كده نزلت الكتابات النهارده، انا السفيره عزيزه النهارده. ايوه طبعا اكيد، عشان كده هبدا معاكي بقى. يلا بينا. قولي لنا بقى يا بسنت، امتى يعني حسيتي ان انت موهبتك هي الكتابه، وانك حابه انه يعني الحاجات اللي بتكتبيها دي تبقى موجوده وتبقى قدام الجمهور، يعني خصوصا ان انت خريجه اعلام فاكيد مش بعيد يعني. اكيد. اولا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده، احنا مبسوطين قوي. حابه اقول ان الحكايه بدات من فكره الحواديت، يعني انا من وانا صغيره كنت بنوع الاطفال اللي الحواديت بتسهرهم مش بتنيمهم، ببقى عايزه اعرف ايه اللي هيحصل. أيوة. ممكن يبقى أيوة. بالنسبه لي الكتب الجيب الصغيره كانت بتسهرني طول الليل ان انا عايزه اعرف ايه اللي هيحصل. في لحظه معينه بدات وانا عندي 8 و 9 سنين بدات اكتب قصص صغيره طبعا على قدي، بس بدات اتعرف على عالم مثلا منه رجل المستحيل ودكتور احمد خالد توفيق ودكتور نبيل فاروق الله يرحمه طبعا. فبدات احس من هنا ان انا نفسي اعمل كده، نفسي يبقى عندي قصه او حاجه حد تاني يقدر يقراها زي. وانا كنت طفله شويه منعزله، فكانت الكتب هي صديقي الوحيد، بقراها في اي وقت. وعرفت انواع كتب بدري برضو، انا خريجه مدارس فرنسيه فكنت اتعرضت للادب الفرنسي الاول قبل العربي كمان. فحبيت فكره الحكايه ان احنا نقول قصه ونعمل حاجه، لحد ما اخترت ان انا ادخل كليه الاعلام بناء على فكره الكتابه، فكره ان انا ممكن استغل الكتابه في الصحافه. بس لما دخلت الكليه حبيت الاعلانات قوي قوي قوي، وقررت ان انا اتخصص فيها، وفعلا اشتغلت فيها فتره طويله جدا. ففكره النشر بقى كانت مرحله متقدمه شويه، ممكن انا اكون بدات في 21 22 سنه بدات انشر اول كتاب. هو سن كان صغير بقى. يعني كان سن صغير قوي، فعشان كده هو كتاب يعني صغير، هو اسمه ابسطهالك، ده كان كتاب نصوص بيتكلم عن فكرة التشبيه، ازاي ان احنا ممكن نشبه حاجة معنوية بحاجات مادية بسيطة. فكان بيجذب اكتر فئة الناس اللي من سني في وقتها، ولحد دلوقتي هو بيجذب الناس اللي ممكن تكون مش بتحب تقرأ الاعمال المطولة يعني. بس بداية اول رواية كانت حاجة كبيرة شوية، كانت رواية تلغراف. لا دي دي واضح انها دسمة هي. أيوة. وقوانين
هي بتجاوب على يعني سؤال احنا دايما بنكتب لو احنا حابين ان احنا نعيش تجربة او لو احنا خدناها بشكل شخصي، وكمان لو احنا عندنا سؤال عايزين نجاوب عنه. فكان السؤال الصعب فكرة ان لو حد تم انكار نسبه في قضية في سن كبير ازاي بيتم التعامل معاه في المجتمع، وازاي ده بيأثر على حياته ويأثر على ده موضوع صعب قوي الاوراق. ده موضوع صعب قوي قوي. وكمان الموضوع ليه علاقة بقضايا تانية متعلقة بالجوابات ورحلة البطل بقى نفسها جوه. جميل، حلو قوي قوي. بس دي كنت تعتبر اول حاجة يعني. طب حلو جدا. طب بالنسبة لك انت بقى يا احمد، أيوه، احكي لنا بدأت ازاي رحلتك مع الكتابة وازاي نمتها؟ انا واحد من الكتاب اللي يعني واخد الكتابة على صدره يعني من زمان. بالنسبة لي يعني اهم حاجة انا بعملها في حياتي هي الكتابة. وبدأت من زمان جدا، من يمكن من 2005 مثلا. ولكن طريق النشر ابتديته من 2015. طبعا هو الكاتب في البداية مش بينشر اي حاجة هو بيكتبها، بيبتدي يتدرب الاول لحد ما يوصل للافضل، يوصل للافضل بالنسبة له. وطبعا بالنسبة للقراء وال دايما اي كاتب بيكون ليه صديق او اتنين او اكتر بيراجعوا اعماله ويشجعوه، وفي نفس الوقت في برضو الجوائز الادبيه بتدي قيمه للكاتب وبترفع من معنوياته او تخليه يصدق نفسه ويثق فيها، يعني يثق في كتابته. واول حاجه نشرتها كانت لغه كل شيء، دي مجموعه قصص في دار العين. وبعد كده يعني فكت توالت الاعمال والجوائز. يا احمد انت ما شاء الله يعني عندك مجموعه كبيره من الجوائز، منها جائزه الدوله التشجيعيه. ايوه جائزه الدوله التشجيعيه، صح كده، وجوائز كتيره بقى طبعا خاصه بوزاره الثقافه والهيئه العامه لاصول الثقافه، يعني هنتكلم عنها اكيد. ايوه اكيد. طيب نروح بقى كمان لعمر. عمر انت قبل ما تقول لنا رحلتك قول لنا اسم نيكتوفيليا لو انا بقوله صح، معناه ايه؟ انا عارف ان يعتبر نطق الديوان فيه بس صعوبه شويه، بس هو نياكتوفيليا معناها كحاله نفسيه ان هو مثلا شخص بيفضل الليل، شخص بيحب الضلمه او بيحب ان هو يكون قاعد لوحده في اكتر الاوقات. وهو برضو ليه اسم يوناني معناه مثلا ملك الليل او ملك الليل، عاشق الظلام. ده المعنى. ليه اخترت الاسم ده في ديواني؟ علشان ان الناس برضو ممكن تكتشف ان انا ديواني يعني من الاسم بس ان هو حاجه حزينه وبس، او هو كئيب. انا مش كده في الكتابه ولا في الديوان. انا واخد الاسم ده يعني نوع من انواع التميز عشان الناس تبدا تدور ايه هو المعنى ده. انا بكل صراحه انا اخترت الاسم ده بدون حتى يعني تفكير، لان صاحبي الله يرحمه كان نفسه يعمل روايه بالاسم ده. فانا قلت ان يعني امتنانا لي اول حاجه ان شاء الله هنشرها تكون بالاسم نياكتوفيليا. وزي ما شرحت هو نياكتوفيليا ليها معنى في علم النفس، ليها معنى في في الحالات ان هي حاله شخص بيحب الظلام بيحب الليل. لكن الديوان هو مقسم لاربع انواع، كل قسم مختلف عن الثاني. وانا مثلا مقسمه لشباتر او الشابتر اللي هو قواعد الاشكال الاربعون، ده الجزء الرومانسي. جزء متلازمه حب المحبكش اللي بيتكلم عن الخزلان في العلاقات العاطفية أو الخزلان في الحب عامة. والجزء اللي هو نياكتوفيليا اللي هو الجزء اللي بيتكلم عن التراجيديا شوية أو الحزن. وآخر حاجة اللي هو عقل مجنون اللي بيتكلم عن المواضيع العامة في الحياة كلها. تمام. وده أول عمل ليك يا عمر بقى عشان نرجع تاني للرحلة بالضبط. يعني رحلتك مع الكتابة ده أول عمل، ده أول عمل أشارك بيه. لكن أنا برضو يعني بكتب من 2014. بس خطوة الكتابة ان انا انشرها ده كان اول عمل وان شاء الله مش هيكون الاخير. ان شاء الله. وانا عارف ان اتأخرت فيها جدا بس الحمد لله كله بوقته. طيب السيد رمضان احكي لنا بقى عن رحلتك مع الكتابة وتحكي لنا اكتر عن تفاصيل مشاركتك في معرض الكتاب. في البداية سعيد ان انا مع حضراتكم مع هذه الكوكبة من النماذج المتميزة. الكتابة بدأت معايا من زمان شوية. افتكر لما كنت طالب في المدرسه وكان عندنا المدرس يدينا موضوع تعبير، كنت بزعل جدا ان كلنا بناخد نفس الدرجه تقريبا وانا بكون مجتهد او صايغ موضوع تعبير كويس وزملائي كلهم ممكن يكون حد جايبه من هنا او جايبه من هنا، فبزعل ان احنا كلنا بناخد نفس الدرجه يعني. من اللحظه دي بدات اكتشف ان انا بعرف اكتب كويس او بعرف اصيغ كويس،
والفترة دي كان أكبر طموحي إن أنا أصيغ موضوع تعبير، إن أنا أعمل مقدمة أو كلمة في الإذاعة المدرسية. لكن مع الممارسة ومع القراءة بدأت أكتسب لغة، أكتسب خبرة، لحد ما في سنة من السنوات قررت إن أنا خلاص السنة اللي جاية إن شاء الله هشارك في معرض الكتاب. قرار من غير ما يكون أي فكرة موجودة ولا أي حاجة في دماغي. فقررت خلاص إن أنا هشارك في معرض الكتاب السنة اللي جاية. وبالفعل شاركت بكتاب السعادة عبارة عبارة. ده كان أول عمل ليا وكان وش الخير عليا يعني الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بعدها شاركت مرتين على التوالي. يعني السنة دي السنة الثالثة على التوالي في معرض الكتاب. الرواية اسمها يارو. اسمها يارو. قول لنا برضو معنى الاسم أو ولا دي شخصية ولا إيه؟ يارو ده البطلة بتاعت القصة. وده اسمها؟ ده اسمها. ده اسم معناه الجنة في اللغة المصرية القديمة. الجنة. جميل قوي. فأنا كنت حابب الاسم ده من زمان فقررت إن هو يكون الشخصية بتاعت حلو جدا. في اللغة المصرية القديمة أنت يعني حريص إنه يبقى فيه حاجة تاريخية مثلا في أعمالك أو كده؟ لا ماليش في التاريخ بصراحة، بس هو الاسم لفت انتباهي من فترة يعني جه صدفة برضو. كل مسميات كتبي صدفة مش بكون مقرر لها خالص يعني. طب جميل. طب نرجع تاني ليك يا فسنت، انت عادة بتكتبي روايات، اشمعنى المرة دي اخترتي انك تترجمي حاجة؟ انا بالنسبة لي الترجمة يعني متابعة حركتها، وأنا من الناس اللي بتحب تقرأ الكتب بلغتها الأصلية. لكن فعلا في أعمال مترجمة كانت بالنسبة لي أنا كقارئ مفاجأة في الصياغة، وفعلا في عندنا مترجمين متميزين جدا جدا في كل اللغات. فالمرة دي كان قدامي حاجة من اثنين، ان أنا ممكن أنا أكمل شغل في العمل الروائي بتاعي في نفس الوقت اتعرض عليا فكرة الترجمة ان انا اقدر ان اقدم عمل مترجم. ولما كان في اكتر من عمل موجود انا بالنسبة لي الكتاب ده هو اللي كان مهم، يعني بالنسبة لي هو الاقرب. كمان الشخصية كانت متميزة جدا، شخصية الكتاب بي تي بارنوم اللي اتعمل عنه فيلم ذا جريتست شومان. وهو يعتبر من الناس اللي هي رائدة الأعمال في وقت كان كل الناس فيه موظفين لا وأكيد ناس كتيرة جدا أول ما هيقروا العنوان هيبقوا عايزين يعرفوا اللي جوه وإيه اللي جوه إيه اللي مكتوب فرق الحصول على المال، يعني مش عايزين أكتر من كده. فعلا الزملاء بتسألني دلوقتي ده حقيقي. طب وانت بما اننا اتكلمنا عن الكتاب يا باسانت تنصحينا بايه بقى يعني للي ما قراش الكتاب لسه؟ اهم نقطه في فن الحصول على المال يعني في نستغلك بقى. ايوه في نقط كتير جدا. انا بصراحه استمتعت جدا، هو ده اول كتاب كامل اترجمه. انا استمتعت جدا بال يعني بسير عمليه الترجمه في الكتاب. هو المفروض كاتب الشابترز او الفصول كل حاجه بالعنوان بتاعها عباره عن نصيحه، ولكن هو حكاء شاطر جدا، بيحكي مواقف وحاجات من أزمنة قديمة. حتى اتفاجأت كمان ان هو كاتب حديث عن الرسول كاتبه بالانجليزي. فجايب مواقف من انحاء العالم بحكم ان هو بيلف في اماكن كتير. في مواقف طريفة جدا جدا هو بيثبت فيها، ممكن تكون من اكتر الحاجات المعلقة معايا من الكتاب. فكرة ان مهمة جدا ان انت في شغلك تكون منظم دقيق عارف كل حاجة، بس ما تخليش النظام اللي انت بتحطه او السيستم اللي انت بتحطه لعملياتك سواء كان شغل او وظيفة او حاجة ابداعية ان السيستم ده يعطلك، يكون سبب في مشكلة كبيرة. أبقى مرن يعني أبقى بالزبط. أكثر مرونة. كان بيحكوا عن موقف كده طريف إن في مكان اسمه The Oyster House، كان زي أوتيل معروف جدا في نيويورك، وكانوا عندهم كل حاجة بتمشي بسيستم. طبعا كانش فيه طفايات الحريق أو الحاجات دي، كل حاجة بسيستم، لدرجة إن هم كان عندهم فكرة إن لازم يبقى فيه 50 جارسون جاهزين في المكان. لدرجة إن لما حد فيهم في يوم حفلة مهمة تعب بقى فيه 49 بس، بقى عندهم مشكلة. مجرد بس السيستم باظ، فجابوا حد من عمال النظافة علشان يلبس لبس النادل ويبقى مع الناس. قالوا له الموضوع بسيط جدا، احنا السيستم عندنا بيقول لازم 50 واحد يخدم حتى لو بغض النظر عن خبرته ايه، انت هتلبس المريالة وكل اللي هتعمله ان انت هتنزل طبق الشوربة ده للناس اللي على الترابيزة اللي هناك، ولما يخلصوا تسألهم ايه المين كورس او الحاجة اللي انتوا حابين تاكلوها بعد كده. تمام. وبعد كده حصل مشكلة مع الجست الشخص ده قدمه. قال له هو مش راضي ينزل لي الأكل، فالتاني قال له هو ما خلصش الشوربة، انت قلت لي لما يخلص الشوربة، التاني مش عايز يشربها أصلا. فحصل مشكلة كبيرة طبعا. فكرة السيستم من الحاجات اللي كانت غريبة طبعا. أكيد أكيد. طب أكيد. أحمد
سبع صنايع والحمد لله البخت مش ضايع. يعني مؤلف وسيناريست وحاجات كتيره جدا. ايه اكتر حاجه اللي احب منها الى قلبك؟ ومؤلف موسيقى كمان. الكتابه طبعا هي احب حاجه الى قلبك. الكتابه. طب احكي لنا عن دوار العالم. دوار العالم هي روايه فلسفيه في اطار من الغموض والاثاره والتشويق والرعب النفسي. وهي رواية نفسية برضو، العامل النفسي فيها قوي جدا، لأن هي بتتكلم عن الذات الوحيدة أو الأنا. البطل الرواية هنا بيعتقد أنه العالم كله مش موجود غير في وعيه، وليس هناك وجود لهذا العالم، والحاجة الوحيدة اللي موجودة هو البطل بس. جات له إشارات في حياته، كل إشارة بتؤكد مع الوقت الموضوع ده، لحد ما هيصل في النهاية انه هو لما يدرك انه خلاص كل حاجة من خلق وعيه. طب هو ليه ما بيتحكمش في الامور من حواليه يعني؟ يعني ممكن اقرأ كلمة الغلاف الخلفي، هتدينا انطباع أكتر عن الرواية. ان كنت تقرأ هذه الكلمات فانت على الارجح قد قلبت الكتاب الى الغلاف الخلفي لتقرأ شيئا عن الرواية يفضح ما بها من اسرار. العنوان يدعوك إلى التفسير، دوار العالم، إذ كيف يسبب لنا العالم الدوار؟ هناك حقيقة قد تبدو مخيفة في البدء، وهي أنه لا وجود لهذا الكتاب أصلا، ولا لدار النشر التي تقف بداخلها، ولا لأي شيء يظهر من حولك، إنما أنت فقط، أنت العدم ولا ثالث لكما. هذا ما حدث مع صاحبنا وحيد بطل الرواية، ولكي تخوض نفس المغامرة فأنت بحاجة إلى قفزة إيمانية لتدير الكتاب وتفتح صفحته الأولى ثم تقرأ سؤاله: هل فكرت من قبل أن العالم كله يدور داخل وعيك؟ حينها أنصحك ألا تتعجل بالإجابة. جميل. أنا من الناس اللي بيحبوا الغلاف الخلفي. أيوة جداً. أنا كمان جداً. أنا كمان. أيوة دي حقيقة. طيب يعني نروح لعمر بقى. عمر، عايزين نسمع حاجة من الحاجات اللي موجودة في الديوان، قول لنا هتسمعنا إيه؟ أنا اخترت حاجة رومانسية بعنوان أنا رايدك. تمام. وهلقيها عليكم من الديوان برضو، وبرضو علشان يعني تبقوا مصدقين إن الديوان مش سوداوي ولا هو كئيب. هو الديوان فعلا متنوع. فجاهزين نبدأ؟ يلا بينا. القصيدة اسمها أنا رايدك. ست سنين، ست سنين بمعاناة وصدق مشاعر عدوا، مديت ايدك ومديتها ومهمناش كم ايد اتمدوا. ست سنين وانا بقول يا رب اكرمني، الهمني وعلمني ازاي اخلص، ازاي اشوف في عينيها قبلتك، ازاي ما فارقش سكتها وسكتك، ازاي ما دوبش في شدتك واكون عصب، وازاي يرق قلب دعيته بيك من غير ما يغتصب، من غير ما يحبني غاية، وغير ما يستحيل فصلي عن فص تكوينه، ما انا عايزها هنا معايا في الاسود وتلوينه، في اي حال تقسم بيه ونرضى بتلحينه، بدندنة روحنا وهي معكوفة، بضحكة عيوننا وهي مكسوفة، بكل حلو مجاش او اتبقى منه تنتوفة. أنا رايدك، أنا رايدك ومش عايزك لأن العوزة مش حلوة، أنا رايدك من قبل ما تبقيلي عروسة حلوة، ومن قبل ما تجيلي من اللوح المحفوظ، من قبل ما تدعي أمك وأكون أنا المحظوظ، من قبل ما أكون أنا الغنوة اللي ما تبانش وما تكملش إلا بعسل صوتك، أنا الراحة اللي في سكوتك، وأنا الضحكة اللي ما تفوتك وقت ما تغيبي عن الدنيا وتلهيبي، وانا الراحة اللي سكناكي، وانا اللي هنا معاكي، وانا ارضك وسماكي، وانا الداعر اللي في قفا شاعر تب عينيكي واستغفر، رفع ايده يدعي زي ما استبشر وبكل قوة وحيلة اتمناكي، انا سجودي من كتر ما ذكر اسمك ما قدرش يدعي لسواكي، لذلك افضل اشوف الخير وعمري ما هشوف كتير ممكن يخون او يفارق غصون ضللت عليه حره، لذلك بشوفك حور في قلبك نور حنين مستور لا يمكن يتقلب شره،
أنا العاشق فيكي من أحباب كتير اضطروا، والفرق بين البني آدمين مش هقول نوايا ولا حتى غاية، الفرق في قلب نابض بذكر الله، وطول ما هو مشغول معاه هيقدر يصونك ويشوف عيونك بلا شهوة، هيراعي غصونك بروح زهوة، يعشق جنابك كما القهوة، يحافظ عليكي وش وقلب، تقوم علاقتكوا ضد السلب ضد الفرد والقوة، هتقوم بالحب يا حوة، بس مش حب بني آدمين، هتدوم لما روحي تكمل روحك وفي كل صلاة ترد أمين. بس كده جدا جدا جميلة يا عم. طيب سيد رمضان بقى عايزين نبذة عن رواية يارو. معلش انت قلت تاني ايه معنى كلمة يارو؟ في اللغة المصرية القديمة معناها الجنة. الجنة يارو هي رواية قصيرة فانتازيا بنسلط من خلالها الضوء على الصراع القائم بين الخير وبين الشر. للأسف في مجتمعاتنا الشر انتشر بطريقة كبيرة، محدش بيحب الخير لبعض. فركزت على النقطة دي، بتترك رسالة قوية للقارئ حول أهمية الإيمان والثقة في الانتصار على الشر. بعتبرها رواية أو قصة ملهمة للصمود، وبالمناسبة استمديت هذا الإلهام من أبطال فلسطين، فرج الله عن أهل فلسطين جميعا. ومنها يعني قررت أنه دي تكون الرواية. سيدة أنا عايزة بس أخذك لنقطة، أنت جاي لنا من إسنا الأقصر صح كده، أحسن ناس طبعا. يعني شايف من خلال وجودك في محافظة مهمة زي الأقصر، إيه أكتر الحاجات اللي الشباب في الصعيد عادة بيحبوا إن هم يقروها، يعني أو أكتر أنواع الكتابة اللي بيروحوا لها؟ هو أغلب الشباب مش في إسنا بس، في كل مكان بيحبوا الروايات. ده اللي خلاني أكتب رواية السنة دي، أنا كنت عامل كتابين السنتين اللي فاتوا، ده اللي خلاني أكتب رواية. سبب كمان إن أعمالي كلها حجمها صغير. لسبب معين، عندنا مثلا في إسنا الشباب بطلوا ومحدش بيقرأ يعني. فكون إن الكتاب يكون حجمه صغير فده بيشجع الشباب إن هم يقرأوا أو يخلصوا كتاب اسمه خلص كتاب، غير لما يكون حجمه كبير وما يعرفش يخلصه. الرواية بتوصل رسالة قوية للقارئ حول أهمية الانتصار على النفس أولا، لأنه ببساطة أكبر عدو للإنسان هو نفسه. إن انتصر على نفسه حينتصر على أي شيء. وده كلام ربنا سبحانه وتعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا. أنتوا نورتونا حقيقي، يعني كنا سعداء جدا إن أنتوا موجودين معانا، وسعداء جدا بالحاجات الجميلة اللي أنتوا عاملينها دي، والكتب الرائعة اللي أنتوا كاتبينها مترجمينها. أيوة مترجمين. بالتوفيق ليكم إن شاء الله في المعرض وفي كل الأعمال الجاية كمان. نورتونا، شكرا جدا لوجودكم. هنخرج لفاصل ونرجع نكمل بقية فقرات بيت السفير أحسن. ساعات لما بنفرح أو دايما يعني لما بنفرح بنلاقي قلبنا بيدق بسرعة بسرعة كده، وبنحس بحماس وطاقة كبيرة جدا جدا موجودة جوانا. والعكس بقى صحيح، لما بنحبط او بيحصل حاجه تزعلنا بنحس اننا مش قادرين نتحرك، مش عايزين نكلم حد، جسمنا نفسه بنحس انه كان كل العيوب كده بتبدا تبان، ونحس قد ايه جسمنا يعني بيتالم، وان احنا مش قادرين فعلا نعمل اي حاجه ولا نتحرك من مكاننا. الأسوأ بقى من ده كله اننا نكتم مشاعرنا، يعني لو حسينا بحاجه ما نحاولش اننا نبين. والحقيقه انه مشاعرنا بتنعكس على ألمنا الجسدية، يعني ممكن جدا نحس ان عندنا ألم في القولون فيقولك ده قولون عصبي، ده بسبب ان احنا في حاجة مضايقانا او مزعلانا. الحقيقة ان تركيبة المشاعر والتأقلم مع اللغز ده، اللغز ناس كتيرة قوي بتحاول انها تفسره من سنين كتيرة جدا جدا عشان نفهم نتأقلم ازاي مع المشاعر السلبية، ونعرف نخرج منها ازاي وبحقه حقيقي مش مجرد كلام وخلاص. الحقيقة ان يعني كتير جدا من التفاصيل عايزين نعرفها النهاردة، ونعرف كمان ازاي ممكن الالوان برضو تأثر علينا وعلى مشاعرنا وعلى حالتنا النفسية. كل التفاصيل دي هنعرفها من ضيفتنا النهاردة اللي منورانا، دكتورة ريهام شاهين. ودكتورة ريهام الحقيقة يعني هي معالجة شعورية بعلم الميتا هيلث
وهنعرف اكتر ايه هو العلم ده، وكمان برضو دكتورة ريهام مهتمة جدا بالعلاج بالالوان، فهنعرف كل التفاصيل دي منها. منورانا يا دكتورة ريهام. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتورة. رضوى قالت اخر حاجة الميتا هيلث، علم الميتا هيلث، ياريت تفصل لنا ايه هو الميتا هيلث. علم الميتا هيلث ده حاجة بسيطة قوي، بيربط المشاعر بكل اعضاء الجسم، فانتي كل عضو له شعور، فاي اضطراب في اي عضو يبقى معناها اضطراب في الشعور المقابل له. طيب رضوى قالت حاجه حلوه قوي، قالت مش قلبي بيدق دق دق دق، ايوه ده انا خايفه. فاكره زمان لما قالوا لنا اللهم اجعله خير بعد ما بيبقى في اي نفرح كتير، الله يجعله خير. يقول لك لما يبقى في موقف كده مثلا محزن او حاجه يقول لك وجعتي لي قلبي. ايوه بالظبط. احنا كمان علشان دارج عندنا ان كل المشاعر في القلب، الحقيقه ان احنا اصلا الموضوع بيدور من المخ كمان. علم الميتا هيلث ده قصته بسيطه جدا. بروفيسور جيرد هامر ابنه اتقتل حادث قتل، شاب صغير، وهو بعدها جاله سرطان خصيتين، مراته جالها سرطان مبايض، هي ماتت وهو من سنه 78 فضل يكمل، كان طبيب شاطر اورام، فضل يجمع ما بين كل انواع الاورام بمناطقها في الجسم بالمشاعر. بس فعلم ثروه. يعني مثلا ايوه عايزين مثال يا دكتوره ريهام. ادي لك مثال حلو قوي بيحصل مع الامهات كل يوم الصبح. يا ريت. الاطفال الصبح يا بطني مامي مش قادر اروح المدرسه. عايز اروح المدرسه. حلو قوي. اول ما الباص يمشي يبقى زي القرد بيتنطط في كل حته. ايوه صح. ليه؟ هو الولد مش بيكذب، الطفل مش بيكذب على فكره. العرض بتاع القولون بيجي ساعتها تشنجات، لانه شعور الغصب. انا مغصوب على المدرسه. فبالتالي اول العرض يروح خلاص المشكله راحت، مجرد الباص مشي خلاص انا بقيت زي الفل. زي احساسنا واحنا داخلين امتحان كده مثلا او انترفيو او حاجه، بنحس انه برضو عندنا خوف، رعشه، ممكن بعض الناس تقول لك بالظبط عندي معدتي بتتعبني، نفس الاحساس بالظبط، بس انت بتستني عليها مده طويله وبتيجي بعد ما بنبقى اكتافنا لمست الارض. نبدا نشوف بقى زمان زي قبل الهوا كنا بنقول ايه، زمان الدكتور في الافلام يقول لك ايه المدام محتاجه شهر في العزبه. ايوه بغض النظر عن ان مفيش العزبه، مفيش عزبه بس مش انا بقى باجي بعلم نفس الالوان. أوه. بعلم نفس الالوان بنقدر نحدد الشعور بدقه، لان اوريدي بروفيسور هامر كان مقسم لنا المشاعر دي على اربع مناطق في المخ. للاربع مشاعر الاساسيه. معلش انا اسفه اني بقطع حضرتك، بس هل هي لما كان زمان في الافلام يقولوا لازم تغير جو في العزبه عشان يبقى قدامها الخضره والالوان الطبيعه والحاجات دي كلها؟ قوي سؤالك. ليه؟ لان الطبيعه ربنا مدينا فيها اهم اربع مشاعر عند اي بني ادم باي ديفولت كده، ربنا بيسلمهم لنا من ساعه ما بنبقى في رحم الام. القيمه والقدره والطمانينه والحريه، اربع مشاعر ملناش غنى عنهم. تعالي كده في الخضره. عندك اخضر. ايوه. وعندك سماء ادي ازرق. تمام. عندك بقى بقيه الدرجات، الاورنج هتلاقيه طبعا في كل الورود حواليكي حتى. أيوه. هتلاقي عندك الاصفر موجود، الشمس، ضوء الشمس. أيوه. وضوء الشمس على فكره ساعات اصفر ساعات اورنج. فاحنا عندنا هو ده الطبيعه. فانت يعني هم بيرجعونا بس ان احنا ايه، ايوه هو الاعراض دي نتيجه لانها تعبانه نفسيا. اهو تجيلي بقى وانا اقول لك تعبانه نفسيا في ايه. يعني انا لما اشوف الالوان دي بدرجاتها، هو ده المقصود يا دكتوره ريهام، هبدا الاعراض اللي عندي النفسيه دي او اللي هي بتنعكس على اعراض كمان جسديه. لا ده جزء، ده جزء منها. لان احنا انك تشوفي اللون ده كويس جدا. تمام. لكن انك تعرفي المشاعر اللي ورا اللون هو ده الاساس. طب ما ناخد مثال. ناخد مثال. يا ريت، انا بحب الامثله. يعني هو ده. كل لون مرتبط بشعور معين، مجموعه من المشاعر، لان احنا بعلم نفس الالوان ده احنا بنطلع اكواد، اختبار اسمه اختبار لوشر، بنطلع اكواد علشان نعرف المرض بالظبط شعورك ايه. فممكن نفس المرض بس كل واحد عنده شعور مختلف عن التاني. يعني مثلا خليني اقول لك مريض الصدفيه. تمام. مرض مناعي. طبعا احنا مش طب طوارئ في الاول، تنويها علشان الدكاتره، احنا مش طب طوارئ، لكن احنا المشاعر لما بتعرفيها 50% من العلاج معرفه السبب. فانت عرفتي السبب فده بيساعد على العلاج. تمام. طيب مريض الصدفيه كل واحد عنده منطقه معينه مصابه. طيب يبقى معنى كده الشعور الاصلي انا مش قادر اتعامل مع اللي قدامي. وطبعا بتفرق يميني او يساري، بيكتب باليمين او بالشمال. وبتفرق انهي منطقه في الاصابه.
فهو الشعور كله انا مش عارف اتعامل، بس المنطقه جايه لي فين تخصص لي بقى الشعور وتقولي انا مش عارف اتعامل في ايه. لو جايه فين يبقى انا مش عارف اتعامل في ايه مثلا. بالظبط. فانت لو جايه لي في ناحيه اليمين فانا أيوة. يمينيه مثلا، فانا مش عارفه اتعامل مع والدي او مع شغلي. لو جايه لي في الناحيه الشمال يبقى ماما شاده حيلها عليا شويه وانا مش عارفه اتعامل. بس الغريب بقى ان زي ما هي عارفه الموضوع رايح جاي، فالحكايه ان انا مش عارفه اتعامل معاهم على اساس ان هم اللي صعبين، لا الحقيقه بتبقى انا اللي صعب. ربنا سبحانه وتعالى قال وفي انفسكم افلا تبصرون. وفيك انطوى العالم الاكبر اصلا، انت فيكي كل حاجه. لو بصيتي جواكي، بصي في ورقتك قبل ما تتسحب الورقه. أيوه. بصيتي في ورقتك خلصت. طيب كانت رضوى قالت لك برضو يا ريت تدينا مثلا ايه كده زي اكزامبل، يعني نبقى عارفين مثلا انا لابسه لون اخضر ده هيأثر على حالتي النفسيه ازاي. بيأثر اللون الاخضر ده بيعكس شعور القيمه والتقدير الذاتي لنفسك. حلو. فانت بتحبي تقدري نفسك، بس درجات الاخضر احنا عندنا من 7 مليون ل 10 مليون لون. يا نهار ابيض. بس احنا ما عندناش من اللغه ما يسعفنا ان احنا نحكي بقى ونقول الالوان دي مشاعرها ايه واسمها ايه ومشاعرها ايه. بالظبط. ما معناش الادوات اللي تقول لنا كده. هو ده اللي اسمه طيف المشاعر. ده احنا المشاعر عندنا ملايين المشاعر، بس احنا ما نقدرش نعرفها كلها. فاحنا عشان كده بعلم نفس الالوان وباختبار لوشر بنقدر ان احنا نحدد بالظبط الشعور ايه. فابدا معاكي في العلاج بانك تلاحظي الشعور ده، وهتفاجئي ان ممكن الشعور ده يجيلك الاف المرات، بلاش مئات المرات في اليوم وانت مش مدركاه. يعني نضرب مثال لمريض السكر. ماشي. طيب مريض السكر ده خايف ان شكله يبقى وحش قدام الناس. تمام. هو ده اهم حاجه عنده. فبالتالي الجسم بيحرق جامد جدا طاقه علشان الرادارات بتاعتي تشتغل. طيب انا دلوقتي علشان اشوف الناس كلها شايفاني ازاي يبقى انا القيمه عندي مش مظبوطه. شعور القيمه والتقدير، تقدير لنفسي. المفروض استنى الناس هي اللي تشوفني او تقدر. ده المفروض يبقى من جوايا. برافو عليكي. انا لو مش عارفه، والتقدير على فكره شعور بسيط جدا بس احنا ما اتعلمناهوش. احنا الطفل ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه اداله ايه؟ حاجتين. مشاعر وجسد. بس هو لما اتولد كان عنده افكار؟ ما عندوش. لا، هو يعيط شويه فمامته بقى بشطارتها اللي تعرف بيعيط ليه. لكن الافكار جت بعد كده. انما احنا الاساس بتاعنا هو المشاعر. فالمشاعر مربوط عليها بقى بعد كده الافكار. يعني مثلا نقول السمنه والنحافه. تمام. علشان الناس تبقى مبسوطه. ايوه عشان كلنا سمنه والنحافه. شعور السمنه والنحافه، السمنه عندهم شعور واحد ويقسوا منه تماما، والنحافه عندهم شعورين ما لهمش ثالث. الاثنين مشتركين في شعور ان انا لازم اعمل الحاجه دي، انا لازم يبقى عندي القدره اني اعمل. الا النحافه جامده معاهم شويه، يبقى انا هعمل وافضل احرق احرق احرق. السمنه يجي لهم ان هم يأسين، انا عايز اعمل بس مش هعمل. فالجسم عارف. يقول ايه؟ استني استني، انا هخزن لك شويه دهون كده عشان المستقبل يبقى جميل. ضحك عليا. لان دهون الحاضر هي العضلات. بنروح الجيم ليه؟ واخده بالك الموضوع حاجات بسيطه جدا بس تربطيها بس نفهمها. او طب ازاي نخرج من الشعور ده؟ يعني مثلا الجسم اللي قرر انه يخزن الدهون دي، ازاي انا اخليه يغير؟ طيب خليني اقول لك الشعور التاني بتاع النحافه. ماشي. النحافه بقى هي رفيعه، فهي محدده جدا هي عايزه ايه. وعايزه تتشاف بطريقه معينه، يا اما مش عايزه تشاف اصلا. فاختفي، فالوزن يفضل في حرق. طيب انتي قلتي حاجه جميله جدا. طب احنا المفروض الشعور ما يختفيش من عندي. ربنا خالق كل حاجه سبحان الله ازواج. ايوه. ايجابي وسلبي، ليل ونهار، ذكر وانثى. انا اعرف الشعور واقبله. في ناس تقول لك ايه في الحسد مثلا. تقول لك انا ده انا عيني بارده على الكل ما بحسدش حق، وهي اساس من اوعى اللي بيقول كده دول. اكتر حد. برافو عليكي. عارفه هي مش راضيه تعترف انها لو اعترفت نص العلاج. ولا هي عارفه وبتحاول ما تقول، يعني ما تبينش ان هي عارفه ان هي بتحسد. هي لو اعترفت بينها وبين نفسها يبقى عارفه. لكن لو فضلت عندها حال من الانكار يبقى خلاص، يبقى هي عايزه شكلها يبقى كويس جدا بره، يبقى ايه؟ ممكن نروح على امراض السكر بقى. طب ازاي اعرف اذا انا يعني مرهقه جسديا
ازاي اعرف اذا ده مرض نفسي ولا انا فعلا عندي مشكله بعاني منها؟ كل مش قصدي نفسي، قصدي شعور يعني. كل حاجه على وجه الارض مشاعر. فالاساس بتاعك انك حتى لو صحيتي الصبح مقريفه ففي شعور جالك وانت بتحلمي بالليل. فاحنا 24 ساعه انت الجهاز العقل اللاواعي صاحي 24 ساعه. هو ما وراهوش حاجه، ففي الاحلام عالم موازي للحقيقه. ايوه تمام. فعلى رايي كده زي ما ابني بيقول لي يعني يا ماما لما ايه وجعني اجي لك. اه بالظبط كده. هي الحقيقه بتقول ان كل عرض رساله لنا. فمن اول دور البرد تقدري تعرفي انا عندي اعراض ايه. اهم حاجه ان البني ادم يقدر يسال نفسه ويصدقها، لان مش لازم هتقولوا لي طبعا نتعلم العلم ده، يا ريت، بس في ناس مش عايزه تتعلم العلم ده او علمي فيه تفاصيل كتير قوي. نعمل ايه؟ بمنتهى البساطه اسال نفسي انا شعوري ايه. خلينا على الهوا، شعورك ايه السلبي دلوقتي؟ دلوقتي من غير ما تفكر. الايجابي ان احنا مبسوطين ان حضرتك معانا. طيب ربنا يخليكم. من غير ما نفكر اهم حاجه ان الشعور تلقطيه، انك تسالي نفسك انا شعره بايه وصدقني، عشان احنا ما بنصدقناش، صدقش نفسنا واقبلي الشعور. ممكن نقنع نفسنا، ما ده رفض للشعور. شفتي فيلم مونسترز انك اوبريشن، شركه المرعبين المحدوده اللي ترجمها اللي عملها الدوبلاج طبعا هنيدي. أيوه. كانت وهي بالظبط كره البعبع، وهي بتعلمهم ازاي يبقوا مرعبين. قالت لهم ايه؟ سيبان الباب مفتوح. صح. ممكن يجيب لنا ايه؟ يخش السبايدر الكبير ده ويقول ايه؟ ممكن يجيب لنا طفل. اهو احنا سايبين الباب مفتوح على ايه؟ على مشاعرنا اللي هي عامله ازاي؟ اللي هو الشعور المضطرب ده عامل زي الطفل الزنان اللي انا مش عارفه انا ايه، في رجلك يقول لك إيه؟ ماما 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 لغايه ما تنرفزي. الحقيقه بتقول تعالى حبيبي عايز ايه؟ قاعدي على رجلك، اقبلي شعورك، وبعدين بعد كده هتلاقي الطفل هدي. بس طيب احاول ازاي اقبل شعوري؟ يعني انا دلوقتي حاسه بحاجه، اي الم او اي مشاعر سلبيه او كده، ابدا ازاي ان انا اقبلها علشان اغيرها؟ القبول سريعا يعني عشان احنا وقتنا بيخلص. حاضر. القبول حاجتين، اني اعترف بانها موجوده. سيدنا يونس طلع من بطن الحوت بعد ما قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك، بس هو اعترف اني كنت من الظالمين. اعتراف بالشعور. تمام. تاني حاجه عشان يبقى القبول ما يتحولش لياس، ان انا ابدا اغير. ما بداتش اغير يبقى انا يائسه، وده اللي بيجيب السمنه. الياس، انا عايزه اعمل بس يائسه. الحقيقه المشاعر دي علم، يعني عايز عالم حلقات. أيوة. مش عايز بس فقره. علم جميل جدا جدا. انت نورتينا. ميرسي. والحقيقه استفدنا من حضرتك جدا. مرسي. ولكن مرسي. اكيد اكيد لازم يكون لينا لقاء تاني ونتكلم اكتر عن المشاعر واختلافها. نورتينا يا دكتور. مرسي. وحلقتنا خلصت مع حضراتكم، اتبسطت جدا اني كنت معاكي يا نورتينا. انا اتبسطت اكتر. نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من السفيره علي. Thank you.